بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نتواصل معكم ومع هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، بودنا ونحن في مستهل هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك أن تتحدثوا للإخوة المستمعين الكرام عن الشهر الأواخر في شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الشهر كله خير ولله الحمد، كله بركات، كله خيرات لمن وفقه الله عز وجل. والعشر الأواخر منه لها زيادة فضل، لأنها اختصها النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يكن يعملها في العشرين الأول. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر شمر وشد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فكان في العشرين الأول يصلي وينام، لكنه إذا دخلت العشر الأواخر فإنه كان يحيي ليله عليه الصلاة والسلام ويزيد في الصلاة والتهجد. وثانيا أن هذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها، في آخر حياته كان يعتكف العشر الأواخر، خصها بالاعتكاف، وهذا يدل على فضلها شرفها. ثالثا أن هذه العشر ترجى فيها ليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشر ويحيي لياليها بالتهجد طلبا لهذه الليلة التي قال الله جل وعلا فيها إنا أنزلناه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال في الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، سماها مباركة، وصفها بأنها مباركة وأنها خير من ألف شهر وأنها ليلة القدر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدعاء فيها في هذه الليلة، وأنه أحرى بالإجابة، فهذه ليلة عظيمة وهي في العشر الأواخر. رابعا أن هذه العشر الأواخر هي ختام الشهر، ولا شك أن الأعمال بالخواتيم، فهي خاتمة هذا الشهر. أثابكم الله فضيلة الشيخ على هذا التبيان الواضح عن هذه العشر المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، لعل لكم أيضا توجيه لاستغلال هذه الأيام المباركة في أيضا قيام لياليها وكذلك الاجتهاد فيها. نعم، هذه العشر المباركة ينبغي للمسلم أن يزيد اجتهاده فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد اجتهاده فيها، فكان صلى الله عليه وسلم تزيد صلاته من الليل في هذه العشر. وينبغي للمسلمين أن يضيفوا إلى صلاة التراويح التي هي في أول الليل، يضيفوا إليها صلاة التهجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجمعون بين صلاة التراويح في أول الليل وصلاة التهجد في آخر الليل في هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي هذه الليالي المباركة بالصلاة والتهجد. أما الذين يقولون إننا لا نزيد في الصلاة التراويح عما كان قبل العشر، ما نصلي إلا 11 أو 13 سواء أول الليل أو آخر الليل، هذا غلط،
هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزيد اجتهاده في هذه العشر، ما كان يبقى على ما كان عليه في العشرين الأول، بل كان يزيد، وكان يحيي ليلة، وكان يشمر ويشد المئزر ويوقظ أهله للصلاة، كل من يطيق الصلاة يوقظهم للتهجد في هذه الليالي. كذلك السلف الصالح كانوا يزيدون في هذه العشر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون آخر الليل ويطيلون التهجد، حتى إن بعضهم يعتمد على العصي، بعضهم يجعلون الحبال بين السواري ويتعلقون بها من طول القيام، وكانوا لا ينصرفون إلا عند الفجر، إلا بالوقت الذي يتمكنون فيه من السحور، كانوا يتسابقون إلى السحور خشية أن يفوتهم، دل على أنهم يتهجدون في هذه العشر، وليس كما يقول هؤلاء البطالون إنما نزيد ولن، ويغلقون المساجد ويتشاجرون مع جماعاتهم في المساجد، هذا غلط. والواجب أن هؤلاء الواجب أن يبعدوا عن الإمامة، لأنهم يحرمون المسلمين من فضائل هذه العشر. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الأخوة الكرام، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل. كان معكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ويوفقنا جميعا للاستماع لما فيه خير، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.